الميزانيات من القضايا المهمة والشؤون المالية من القضايا المهمة في البلد، وبالتالي إذا أردنا أن نعالج الكثير من السلبيات الموجودة في الإدارة المالية وفي الواقع الاقتصادي، بلا شك أن النظر المتفحص في الميزانيات هو اللي ساهم في عملية المعالجة. لكن إحنا نجد أن عدد من مؤسسات الدولة ما زالت تعاني من إشكاليات يغلب عليها إشكاليات الإدارة للمال، الإدارة بالمال. هذا الكلام قلناه لما يو وزارة المالية عرضوا رؤية التنمية المستدامة، واليوم نجد أن في عدد من الميزانيات والمؤسسات والأجهزة الحكومية اللي ننظر في ميزانياتها نجد هناك إشكالية كبيرة جدا في الإدارة المالية. غير معقول في التأمينات الاجتماعية أن كما تقول هناك انخفاض في إيراد الاستثمارات، غير معقول بعد كل هذه السنوات. ما ممكن أحد يتقبل الآن أنه والله موضوع الرجعان والسرقات ما زلنا نعاني منها، وبالتالي والله في إشكالية في قضية الاستثمار للأموال. معناته أكو إشكالية في إدارة المال داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية. الاستمرار في الانخفاض في الإيرادات أعتقد هذه إشكالية كبيرة جداً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجب التصدي لها.